أهلا بكم من جديد. واصلت قوات النظام استهداف مدينة درية في غوطة دمشق الغربية رغم إعلان وزارة الدفاع الروسية عن هدنة في المدينة تستمر حتى منتصف ليل السبت. وارتفع عدد البراميل التي ألقتها مروحيات النظام على أحياء درية إلى 32، ترافق هذا مع سقوط صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض أطلقتها قوات النظام على تجمعات سكنية. وأفاد مراسلنا في ريف دمشق بمقتل عدد من عناصر النظام وجرح آخرين خلال اشتباكات مع فصائل الثوار على أطراف المدينة. كذلك اندلعت النيران في المحاصيل الزراعية في الأراضي المحيطة ببلدة البحرية في الغوطة الشرقية جراء قصف قوات النظام للمناطق ذاتها. وللمزيد معنا يمان السيد مراسل أورينت نيوز من ريف دمشق. أهلا بك يمان. بداية، التصعيد لم يتوقف على درية منذ دخول المساعدات، هل نستطيع اعتباره انتقام، انتقام النظام من هذه المدينة؟ نعم بالفعل، بخصوص هذا الأمر فرح أستطيع القول أنه يمكن أن نقول أنه انتقام. مدينة دارية لم تكن الوحيدة التي انتقم النظام بإدخال المساعدات إليها بقصفها بالبراميل المتفجرة. كانت أيضا مدينة دوما التي تم إدخال المساعدات إليها قبل أسبوع أيضا قام بقصفها، وأيضا كان هنالك مدينة حرستا ومدينة عين ترمى. معظم المناطق التي تم إدخال المساعدات إليها تم قصفها بالبراميل المتفجرة أو بالغارات الجوية والقذائف والصواريخ. مدينة دارية في ظل الهدنة المبرمة في هذه المنطقة لمدة إلى مساء السبت، طبعا النظام استهدف هذه المدينة ولم تكن المرة الأولى، فقد سبقتها عدة هدن في الأشهر السابقة والأسابيع السابقة. قام النظام باستهداف المدينة، اليوم هذه الهدنة الجديدة كان هنالك استهداف في هذه المدينة ب 35 برميل متفجر إلى حد هذه اللحظة، وطبعا البراميل لا تزال تتساقط على هذه المنطقة، 12 صاروخ أرض إضافة للإسطوانات والحاويات المتفجرة أيضا التي يقوم النظام بإلقائها على هذه المدينة. طبعا هذه الإحصائيات بحسب الناشطين المتواجدين في تلك المنطقة. طبعا هذه بخصوص البراميل المتفجرة وأيضا الحاويات وإلى ما هنالك من هذه الأمور التي يقوم النظام بقصفها للمدينة. عدا كل ذلك عن القذائف أيضا والصواريخ التي يتم استهدافها بشكل كثيف في هذه المنطقة، طبعا يتم استهداف الأحياء السكنية في مدينة دارية بالقذائف والصواريخ إن كان من مطار المزي العسكري أو من جبال الفرقة الرابعة إضافة لقذائف الهاون. إذن النظام هو من قام ب فصف هذه الهدنة إن صح القول، وقام أيضا ب طبعا هذه ليست المرة الأولى كما ذكرت، هي مرات متعددة، وطبعا كتائب الثوار هي لم يكن هنالك منها أي رد، هي كانت ملتزمة في هذه الهدنة، ولكن اليوم كان هنالك محاولة تقدم للنظام من عدة محاور، لكن كتائب الثوار اكتفت فقط بالتصدي لمحاولة التقدم من قبل النظام. طيب يمان، تم الحديث عن اندلاع حرائق في الأراضي الزراعية بمنطقة البحرية، ما هي طبيعة هذه القذائف التي يلقيها النظام؟ نعم، بخصوص هذا الموضوع في انتقالا الى الغوطه الشرقيه، النظام اليوم استهدف منطقه الميدعاني والبحاريه ما ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. الى الان فرق الدفاع المدني تقوم باجلاء الشهداء والجرحى من تحت الانقاض نتيجه طبعا استهداف النظام لهذه المناطق بعدد من الغارات الجويه. طبعا منطقه البحاريه لم تكن الوحيده التي يتم استهداف المحاصيل الزراعيه بها، بل كان هنالك ايضا اطراف منطقه جسرين ومنطقه المرج. النظام يحاول استهداف السلة الغذائية للغوطة الشرقية إن كان بمحصول القمح ومحصول الشعير. حقيقة قمت بزيارة عدد من هذه المناطق التي تم إحراق المحاصيل بها، حدثني المكتب الزراعي أن النظام يقوم باستهداف هذه المحاصيل الزراعية بالقذائف الحارقة والمتفجرة، والتي يقصد بها النظام حرق هذه المحاصيل الزراعية من أجل
فرض الحصار بشكل أكبر على أهالي الغوطة الشرقية وتضييق الحصار خصوصا على المناطق الوسطى. فمعظم الأراضي الزراعية في الغوطة الشرقية تمت زراعتها بمحصول القمح والشعير من أجل الوقوف في وجه حصار النظام الذي دخل عامه الرابع، لكن النظام يقوم بهذه السياسة بدأ بها منذ بدء المزارعين بحصد محاصيلهم الزراعية، فبعد التعب 6 أشهر يقوم النظام الآن باستهداف هذه المحاصيل الزراعية بالقذائف الصاروخية المتفجرة والحارقة من أجل هدم ما تم بناؤه من قبل الفلاحين على مدار الأشهر السابقة. أيضا لو تحدثنا عن حي جوبر الدمشقي، هذا الحي أيضا الذي شهد في صباح هذا اليوم محاولة اقتحام جديدة من قبل النظام في ظل استهداف معظم الأحياء السكنية في هذا الحي بوابل من القذائف والصواريخ المتفجرة، إن كان من الكتائب والثكنات العسكرية للنظام المتمركزة على أطراف هذا الحي أو إن كان من كتائب المدفعية المتمركزة في جبال قاسيون. شكرا لك يمان السيد مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من ريف دمشق. أكد جيش سوريا الجديد استهداف طيران العدوان الروسي لأحد معسكراته بعشر غارات جوية، ويسيطر السوري الجديد على معبر التنف الحدودي مع العراق بعد معارك شرسة شنها ضد تنظيم الدولة. وقال السوري الجديد في تغريدة له على حسابه في تويتر إن معسكرا له تعرض للقصف من قبل طيران العدوان الروسي بأكثر من 10 غارات جوية، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعلن فيها جيش سوريا الجديد عن استهدافه من قبل العدوان الروسي منذ بدء روسيا عدوانها في أيلول من العام السابق. وللمزيد ينضم إلينا محمد حسن ناشط إعلامي من دير الزور. أهلا بك محمد، يعني بداية نريد الاستعلام عن طبيعة المنطقة المستهدفة من قبل الطيران الروسي، هل هو معسكر لجيش سوريا الجديد؟ نعم، مساء الخير صراحة لك وللسادة المشاهدين. يعني الطيران العدوان الروسي قام ليلة أمس وفي تمام الساعة 1:30 باستهداف المعسكر الرئيسي لجيش سوريا الجديد الموجود في قرية التنف الحدودية مع العراق بعدة غارات. الغارات استهدفت المقرات الرئيسية داخل معسكر جيش سوريا الجديد، مما تسبب بارتقاء شهيدين من مقاتلي جيش سوريا الجديد وجرح عدد آخرين تم نقلهم إلى المشافي القريبة لتلقي العلاج. يعني تم بعد التواصل مع مصادر داخل جيش سوريا الجديد أكدت أن الطيران الروسي هو من استهدف معسكرات الجيش داخل قرية التنف وبالتحديد بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا. كذلك الجيش يعني إلى الآن يتواجد داخل منطقة التنف رغم الغارات المكثفة التي شنها الطيران ليلة أمس على معسكراته. الجيش يسيطر على معبر التنف منذ مارس 2016 بعد معارك عنيفة مع داعش. كذلك الجيش سوريا الجديد أكد أن هذه الغارات تأتي في ظل هجوم شرس شنه وتنظيم الدولة داعش بشكل مستمر يستهدف معسكرات الجيش داخل منطقة التنف بالسيارات المفخخة أيضا وبالقصف المتكرر بصواريخ الجراد. كذلك الجيش يعني قبل فترة تم استهدافه من قبل تنظيم الدولة بعدة سيارات مفخخة، أيضا هذا الاستهداف أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من عناصر الجيش. الجيش ذكر في بيان رسمي صدر ليلة أمس أنه لم يتفاجأ بتلك الغارات من قبل طيران العدوان الروسي، حيث أن روسيا كانت ولا زالت الراعي الأول للإرهابي بشار الأسد. طبعا جيش سوريا الجديد أعلن عن تشكيله في تاريخ 10 نوفمبر 2020 من عام 2015. وصلت الصورة محمد حسان، شكرا لك على المداخلة. ناشط أعلامي كنت معنا من دير الزور. دخلت قافلة مساعدة إغاثية عصر الخميس إلى حي الوعر المحاصر بمحافظة حمص، وتحوي القافلة 18 شاحنة تتضمن 7500 حصة غذائية من المقرر توزيعها على أهالي الحي. وتعتبر هذه القافلة هي الأولى التي تدخل الحي منذ قرابة 6 أشهر بعد فشل الاتفاق بين لجنة المصالحة في الحي وقوات النظام، وبعد تملص الأخير من البند الثاني في الاتفاق المتعلق بإخراج المعتقلين.
كنا تقريبا في 20 سيارة الأمم المتحدة بعد 4 أشهر حصار يعني كفوا لهم جمعية زمر ما تعرف بس يعني شو بدهم يعملوا بعد جمعية زمر كنا نعمل فيهم بدنا يعني للعالم جوعانة تاكل تشتغل تشتري وتبيع الحمد لله رب العالمين صار الوضع بحي الوعر ممتاز صرنا نحسن نشتري كيلو السكر وكيلو الملح بعد ما كنا مشترينه صرنا نحسن نشرب شاي وقهوة وهيك كان الغلاء الأسعار مرتفع جدا بحي الوعر على الكيلو الملح 5000 على كيلو النسكافيه بتوصل ل 30000 والحمد لله رب العالمين يعني صارت الأمور كتير جيدة وإن شاء الله الوضع ضل مستمر هيك بشكل دائم أعلن تنظيم الدولة عن أحباط هجوم لقوات النظام للسيطرة على حقل أراك شمال شرق مدينة تدمر في ريف حمص وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وبحسب وكالة أعماق فقد تم تدمير دبابتين ومصفحة بصواريخ موجهة، كما تم قتل 59 عنصرا وأسر 3 والاستيلاء على دبابة ومدفع رشاش وذخائر لدى تصدي لمحاولة تقدم النظام باتجاه حقل الأراك. معنا الآن باسل عز الدين مدير مكتب وكالة قاسيون من ريف حمص. أهلا بك باسل، يعني الخبر الأبرز هو دخول قافلة مساعدات إلى حي الوعر، يعني ما هي محتويات تلك القافلة وهل هي كافية قياسيا بأعداد المحاصرين؟ نعم فرح، دخلت هذه المساعدات إلى حي الوعر المحاصر بعد 4 أشهر من العناء بقطع أوصال هذا الحي، ودخول هذه القوافل لا يعني أن هناك الفرح الكبير لأهالي الحي إلا لفترة وجيزة لمدة لا تتجاوز 15 يوما. مواد هذه السلة الغذائية التي تدخل عن طريق الأمم المتحدة التي راوغت كثيرا بدخول تلك المواد هي عبارة عن بعض السكر وبعض البرغل وبعض مواد التنظيف، وكما ذكرت لا تكفي لمدة 15 يوما. غير كافية، الأمم المتحدة والنظام شريكان في حصار حي الوعر وكافة مناطق ريف حمص الشمالي. الضغط على حي الوعر من خلال طلب الثاني للأهالي بالإفراج عن المعتقلين كان سببه إيقاف تلك المساعدات التي كان من الضروري بشكل دوري وكل شهر أن تدخل تلك المساعدات من الأمم المتحدة إلى حي الوعر. أشكرك باسل عز الدين مدير مكتب وكالة قاسيون، كنت معنا من ريف حمص. أصيب الإعلامي هادي العبدالله والمصور خالد العيسى بجروح إثر استهدافهما من قبل مجهولين بعبوة ناسفة في حي الشعار بمدينة حلب. وأدى التفجير الذي استهدف مقر إقامة هادي وخالد لإصابتهما بجروح خطيرة ما استدعى نقلهما على الفور إلى مشفى عند الحدود السورية التركية لتلقي العلاج. وبحسب مراسلي أورينت فإن الإعلاميين ما زالا في غرف العمليات المركزة وإن حالتهما في تحسن. ويذكر أن العبدالله والعيسى أصيبا يوم الثلاثاء الماضي بجروح طفيفة بعد استهداف منطقة جسر الحج بالبراميل المتفجرة أثناء تواجدهما فيها. بهدف تصحيح مسار الثورة وتوحيد الصفوف والقرار السياسي، أنشأ مجموعة من المثقفين السوريين في مدن جنوب سوريا رابطة ثقافية قالوا إنها ستغطي مدن درعا والقنيطرة وريف دمشق. مراسلنا في المنطقة الجنوبية فادي الأصمعي زار الرابطة واطلع على ظروف إنشائها وأعد لنا التقرير التالي. نريد لهذا المشروع أن يكون منارة يهتدي بها أبناء الوطن في هذه المرحلة العصيبة. في ظل المتغيرات التي تشهدها الثورة السورية، يتطلع الكثير من أبناء الجنوب السوري في محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق إلى تشكيل جسم ثقافي تجتمع فيه النخب الثقافية
تحت مسمى رابطة مثقفي جنوب سوريا لتصحيح مسار الثورة وإبراز دورها الثقافي والتوعوي في قيادة المجتمع. قام مجلس محافظة القنيطرة اليوم بالمشاركة في المؤتمر التأسيسي لرابطة المثقفين في جنوب سوريا. هذا المؤتمر الذي عقد بجهود مشكورة من قبل الأخوة المثقفين في المنطقة الجنوبية، ونحن كمجلس محافظة نقف مع هذا التشكيل الجديد والتأسيس لما للمثقف العربي السوري في هذه الأيام من دور خطير في هذه المرحلة. دور الرابطة فكري ثقافي توعوي اجتماعي والعمل على تصحيح مسار الثورة السورية والهدف سوريا الوطن وسوريا الإنسان، مبتعدين عن كل ما هو مطروح من مشروعات تقسيم لبلادنا وعن المشروعات الطائفية أيضا. تحديات كبيرة أمام هذا الجسم الثقافي الأول من نوعه ليعلن عن انطلاق فعاليات المؤتمر التأسيسي الأول والذي كرس مفهوم الوحدة الوطنية وأن التراب السوري وحدة لا تتجزأ، كما وأكد الوقوف في وجه التحديات لا سيما تلك التي تسعى لتقسيم البلاد وإدراك المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية والنهوض بالشباب السوري ليأخذ مكانه الحقيقي في قيادة المجتمع. انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر التأسيسي لرابطة مثقفي جنوب سوريا، الشرارة كانت من رابطة مثقفي الجولان. هدف الرابطة هو توحيد كلمة شباب الثورة وتفعيل دورهم في بناء الدولة والوطن والعمل على تصحيح مسار الثورة والمضي قدما نحو كفاءة المجتمع السوري ودمج الصفوف وتوحيد القرار السياسي. تنطلق هذه الرابطة في رسالتها من دور سوريا الحضاري وتاريخها العريق والعمل لخلق جيل عربي مؤمن بمبادئ المحبة والسلام والمضي قدما نحو كفاءة المجتمع السوري ودمج الصفوف وتوحيدها والعمل على توحيد القرار السياسي. من الجنوب السوري ومن محافظة القنيطرة الحرة يجتمع اليوم نخبة من المثقفين السوريين لتشكيل أول رابطة ثقافية تجمعهم والوقوف أمام تحديات وصفها المجتمعون بالخطيرة. لأورينت نيوز فادي الأصمعي، ريف القنيطرة. في ريف إدلب قام فريق نماء تطوعي في مدينة جسر الشغور بالتعاون مع الدفاع المدني ومجموعة من المتطوعين من أبناء المدينة بحملة تهدف لإعادة المظهر الجمالي للمدينة والتخفيف من مظاهر الدمار والتخريب والقمامة من شوارعها. المزيد في تقرير مراسلنا هشام العبد الله. أطلق فريق نماء التطوعي بالتنسيق مع الدفاع المدني السوري في مدينة جسر الشغور حملة لتنظيف شوارع المدينة وإزالة القمامة والركام وإعادة تأهيل الحدائق في خطوة منهما لتحسين المنظر الجمالي للمدينة وإعادة الرونق لها كما في السابق. نحن كفريق نماء التطوعي نقوم بحمل تطوعي لتنظيف مداخل ومخارج المدينة وإزالة الركام وإزالة القمامة والتخفيف من مظاهر الدمار والركام في مدينة جسر الشغور. العمل كان بالتنسيق مع الدفاع المدني ودعونا الأهالي أهالي المدينة للمشاركة في الحملة التطوعية. أيضا قمنا بتأمين أدوات النظافة للمشاركين والمتطوعين. هلا نحن كدفاع مدني حاولنا نساهم بهذه الحملة لعبوهم فيها شباب متطوعين من مدينة جسر الشغور بالتعاون مع فريق نماء التطوعي، حاولنا نساهم فيها بعدد من الآليات الموجودة عنا وعدد من الشبان كمان من شبان الدفاع المدني اللي حابين يساهموا في نظافة البلد وإعادة أحياء المدينة. الحملة بدأت بتنظيف المدخل الغربي للمدينة وترحيل الركام وتقليم الأشجار على جانبي الطريق، وشارك فيها أكثر من 100 متطوع جمعتهم الألفة وروح العمل الجماعي بعد عام من غياب الخدمات نتيجة قطع النظام الدعم ورواتب موظفي عمال النظافة. أنا من أبناء مدينة جسر الشغور تلبية لدعوة فريق نماء التطوعي، جئنا لحملة لإزالة الأتربة وتنظيف شوارع المدينة، وستستمر الحملة لتنظيف جميع شوارع المدينة لتعود أنظف عما قبل. اللي دفعنا للمشاركة بهذه الحملة هو حبنا لمدينتنا لإزالة الأنقاض الموجودة، الركام، الأتربة اللي خلفها الدمار، الأعشاب اللي تواجدت على أرصفة، تنظيف مدينتنا لحتى يرجعوا أهل البلد الموجودين برا البلد لهون يشوف المدينة نظيفة. نحن إذا ما نظفنا مدينتنا مين بده يجي ينظفها؟ نحن بس وعدنا الشباب أهل البلد كلياتهم اللي هون تكاتفوا لحتى ننظف شوارع المدينة كلها بأكملها.
الحملة هذه تعد واحدة من خطوات عدة تهدف إلى إعادة وتأهيل مدينة جسر شغور التي عاثت خرابا فيها قذائف النظام وصواريخه وهجرت أكثر من نصف سكان المدينة. الحملات التطوعية كهذه الحملة من شأنها تخفيف مظاهر الدمار وتنمية روح المشاركة الجماعية لدى أبناء المدينة لتنظيف وتأهيل مدينتهم تمهيدا لعودة الحياة إليها. هاشم العبدالله، أورينت نيوز، مدينة جسر شغور. نبقى في إدلب أيضا، حيث نظمت مؤسسة بادر بالتعاون مع تنسيقية مدينة بنش بطولة محلية بكرة القدم نمت أكثر من 20 فريقا مثلوا مناطق مختلفة في الشمال السوري، فمنهم يعملون في منظمات المجتمع المدني ومنهم بجمعيات حقوقية، وكان منهم أيضا فريق أورينت نيوز. مراسلنا في بنش شهر سماق واكب البطولة وأعد لنا التقرير التالي. هي صافرة البداية التي أعلن من خلالها الحكم عن انطلاق البطولة الكروية، والتي قامت بتنظيمها مؤسسة بادر بالتعاون مع تنسيقية مدينة بنش، حيث جمعت معظم منظمات وهيئات العمل المدني في الشمال السوري بما فيها الإعلامية والخدمية بهدف خلق روح الإلفة والتعاون فيما بينها. هدف البطولة هو خلينا نقول إخراج الموظفين من جو العمل والضغط موظفي المنظمات، كمان أنه يتعرفوا على بعضهم ويصير مشاريع. هاي المشاريع بالضرورة بتأدي للتنمية خلينا نقول، والحمد لله الأجواء المباريات كتير حلوة وحماسية، عم يلعبوا مع بعضهم، يعني معظم ما بيعرف يلعب طبي فعم يكون جو حلو يعني. وأكيد ما الهدف لا الربح ولا الخسارة، هو التعارف والمودي والمشاريع مستقبل إن شاء الله. 25 فريقا شارك في هذه البطولة، كان من أبرزها فريق منظمة شفق وراديو ألوان، وكذلك منظمة إيهاها بالإضافة لوكالة سمارت الإعلامية. أما فريق مؤسسة أورينت الإعلامية فقد اقتصرت مشاركته على الدوري الأول، حيث خرج من البطولة بعد تلقيه هزائم ثقيلة. نحن مؤسسة أورينت الإعلامي شاركنا ببطولة بادر لمنظمات المجتمع المدني، هاي المباراة الثانية اللي لعبناها اليوم. المباراة الأولى ما توفقنا فيها وهي المباراة كمان ما توفقنا فيها، بس معلش الجاي أحسن إن شاء الله. اتسمت البطولة بالودية لكن لم تغب عنها أجواء المنافسة، تمكن فيها فريقي راديو ألوان ومنظمة إيهاها من العبور للدوري النهائي، ليلتقي الفريقان في المباراة النهائية والتي انتهت بفوز فريق راديو ألوان بفارق هدفين. البطولة الحمد لله وفت بكل شيء ممكن يعني تعملوه، الالفة، الجمعة، النشاط الرياضي، التجمع في ظل الظروف هاي الصعبة، والحمد لله حسنا نحقق نتيجة إيجابية. نحن ممثلين يعني من مدينة سراغب، ومدينة سراغب معروفة في كرة القدم يعني في الطليعة، والحمد لله ما تنازلنا عن الطليعة. أجواء من الإثارة والحماس الكبيرين شهدناها في هذه البطولة، حيث انتهت بتتويج فريق ألوان وحصوله على المركز الأول بعد تغلبه على فريق منظمة إيهاها في المباراة النهائية. شهر سماق، أورينت نيوز، مدينة إدلب. ختام هذه الجولة وتذكير بأهم العناوين. غارات جوية على أحياء قاضي عسكر وبعيدين وسكري تخرق الهدنة الروسية في حلب. سوريا الديمقراطية تتقدم بقريتي الياسطي واليالني وتفصل بين مدينتي منبج والبلد. الثوار ينفذون هجوما معاكسا في جبل تركمان ويستعيدون برج الحياة وقرية الشحرورة. العدوان الروسي يغير على مواقع جيش سوريا الجديد في معبر التنف ويخلف ضحايا. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت orient-news.net. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.